شفيق عبد ربي ده يعني انا مش فاكره قوي يعني. شفيق؟ ايوه شفيق مين؟ عبد ربي. لا يعني فكرني بيه. شفيق. شفيق مين؟ عبد ربي. لا مش بتكلم على اسم يعني. لا انا بقول يعني فكرني بشكله بملامحه. شفيق عبد الربول دماغه زي القتل. دماغه زي ايه؟ القتل. وتطلع ايه الاتول اللي بيعملوها في السلاطين؟ قصده القتاي. لازم يتعلم بره بقى. ايه القتاي ده؟ لازم والدك بقى من خيار الناس. طب عرفته؟ لا والله يا ابني برضو مش فاكره يعني فكرني بيه اكتر يعني. شفيق يا راجل. ايوه شفيق مين؟ عبد ربو. لا انا مش معترض على الاسم. لا يعني هو مين يا راجل؟ شفيق يا راجل. يا ابني انا مش فكرني بيه. شفيق الطويل. الطويل القصير التخين شويه ده يعني. طويل وقصير يا راجل. شفيق يا راجل. يا ابني بقول لك فكرني بيه. لحظة واحدة خليك معايا. ايه ده؟ قال طويل وقصير. انا ركب ده الشنب ورا. شفيق يا راجل. شفيق. ايوه ابني شفيق مين؟ شفيق مين؟ الاسمران المبيض. شفيق يا راجل. انا مش فاكره يا ابني الراجل ده. يا راجل الها ايه هادي ايه بقى؟ شفيق يا راجل. يا ابني بقول لك فكرني بيه. شفيق يا راجل اللي كان ايه؟ بيمشي في الشارع. شفيق. هو شفيق يا راجل بس اللي بيمشي في الشارع؟ ما كل الناس يا ابني بتمشي في الشارع. محمد بيمشي في الشارع، وعلي بيمشي في الشارع، وفريد بيمشي في الشارع، والجبر بيمشي في الشارع، ويسري بيمشي في الشارع، كلهم بيمشوا في الشارع. ما هم دول اللي كان بيعدوا من جنبه يا راجل. شفيق يا راجل.